أخبار اليوم. اهلا بكم مشاهدينا وواجب اخبار اليوم وحلقه جديده ووصفه جديده من مطبخكم مطبخ هناء العمري. النهارده هنعمل شاورما الفراخ. عندنا مكوناتنا النهارده صدرين فراخ مش رفيعين، هما متقطعين سماك شويه عشان يستحملوا الشوي اللي احنا هنشوي الاول، وعندنا معلقتين خل، معلقه ثوم صغيره، ملح وفلفل حسب الرغبة، وكوباية زبادي، واثنين ثمرة طماطم متقطعة مكعبات، وعندنا طحينة ومية وزيت وبقدونس، شوية بقدونس متقطعين. اول حاجة هنتبل البانيه بتاعنا. اول حاجة هنحطها خالص الزبادي، وممكن نستكفى بس بنص معلقة، نص كوباية زبادي كفايه بالنسبه للشريحتين دول، تمام. والملح والفلفل وشويه ثوم، قلنا معلقه صغيره ثوم، تمام، وشويه خل صغيرين قوي عشان هنعوز بقيه الخل للطحينه اللي هنحطها على الشاورما. يبقى كده تبلنا الشريحتين البانيه بالثوم والخل والملح والفلفل والزبادي، وادي شويه زيت صغيرين خالص، بس علشان المفروض التتبيله ديت تفضل في البانيه تقريبا يوم، ده الافضل ليها، لكن لو انت مستعجله زودي الملح والفلفل قوي وشوحيها زي ما احنا مستعجلين كده. هنشوحها بسرعه وزودنا الملح والفلفل عشان نلحق نشوحها في طاسة حامية جدا. انا حاطه طاسة حامية على النار، سخنت كويس قوي اهي. هنحط شريحة البانيه اللي تبلناها، اللي المفروض انها تقعد يوم في الثلاجة، بس النهاردة عشان نستعجل، عشان الحلقة بس والاستعجال، فعملناها على طول قدامكم، لكن انت المفروض تسيبيها يوم في الثلاجة. هي المفروض هتاخد وش شمال ويمين على الجنبين، وتبقى مشوية كويس قوي، ولما تطلع وتهدى هنقطعها. وده شكل الفيليه اللي شويناه بعد ما خد وقته على طاسة الشوي ديت. المفروض نسيبه يبرد ونقطعه. دلوقتي هنبتدي نقطعه بعد المفروض يبرد الاول وبعدين نقطعه، بس احنا دلوقتي هنقطعه قطع للشاورما. احنا ليه بنشوحه الاول وبعدين نقطعه؟ ما بنقطعهوش ليه الاول وبعدين نشوحه؟ علشان يطلع بالشكل المظبوط دوت. لما بنقطعه شرايح وبعدين نشوحه، بكل واحدة بتلف حوالين نفسها زي الجمبري كده، وما بيبقاش شكله حلو. احنا عايزينه شرايح تبقى شكلها حلو ومتناسق. المفروض نفس الطاسة اللي شوحنا فيها هنحط عليها شوية زيت، ونرجع تاني الفيليه اللي شوحناه ده فيها. هنرجعه كله تاني. هنحط دلوقتي، هنفتح على الطاسة، نفس الطاسة اللي عملنا فيها بالظبط. هنحط شوية زيت بس زيادة، ونحط الشرايح اللي قطعناها، تمام. هنسيبها لغاية لما
تشوح كمان اكتر، ولو محتاجة ملح وفلفل بندقها ونزودها ملح وفلفل لو محتاجة. دلوقتي بعد ما شوحناها شوية شرايح البانيه او شرايح شاورمة الفراخ، هنحط الطماطم، مكعبات الطماطم، هي ما بتقعدش كتير، يا دوب بس تدبل تدبل بس، مش عايزينها تستوي قوي. الشاورما دي انا ما بحطش فيها ولا بصل ولا فلفل رومي ولا الوان، هي بتتعمل بالطحينه والبقدونس والطماطم والخل، ودي كده على اصولها، يعني دي الشاورما الفراخ على اصولها. لكن طبعا اللي عايز يضيف لها البصل والفلفل وكده، دي طبعا بتزودها قيمه غذائيه وتبقى افضل، لكن اللي عايز يدوقها على اصولها زي ما بياخدها من المطاعم والمحلات يعملها بنفس الطريقه اللي احنا بنعملها دي. الطماطم كده خلاص دبلت شويه، الخطوه اللي بعد كده هنحط شويه ميه، بنحط ميه علشان هنحط الطحينه، تقريبا معلقه على الشريحتين دول، وشوية خل، معلقة خل، اللي هيحصل دلوقتي ان الطحينة دي هتتقل هي والمية، وهتبقى صوص جميل جدا، والشاورما ما بتتاكلش الا بالصوص ده. وما تخافوش ان الطحينة اتحطت على النار، بالعكس ده يعني هي اللي هتعمل دلوقتي طعم جميل جدا وصوص جميل جدا مع طعم الفيليه المتبل قدامنا اللي هو شرايح الشاورما الفراخ مع الخل اللي حطيناه. واخر حاجة هنحطها رشة البقدونس، والبقدونس ده اساسي في الشاورما زي ما احنا شايفين كده، هنحط رشة كمان، دي اخر حاجة البقدونس. احنا عاملين كمية تقضي حوالي تقريبا فردين بس، طبق التقديم بتاعنا. هنحط الشاورما بتاعتنا، دي بتتاكل بقى مع عيش سوري او عيش بلدي او مع مكرونة، بتبقى جميلة جدا جدا، جربوها الطحينة اللي احنا حطيناها على النار. في ناس بتعمل الطحينة لوحدها، بس جربوها كده بالطحينة اللي احنا عملناها على النار، هتعجبكم ان شاء الله. نحط رشة بقدونس على الوش كده، والف هنا وشفا، وكل سنة وانتوا طيبين.